واحد لو تكلم عن علي 10% ما تتركوه، حقا لا يترك طبعا. نعم. اي واحد يتكلم ولا عن نتركه نحن ايضا ولا يا سيدي. نعم. اتحداهم اذا كتبنا كلها كتب السنه، ويعني يؤسفني ان اقول هذا وانا ارعى هذا المشروع في الجمع. نعم. بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مؤلف صلى الله عليه وسلم في مؤلف صلى الله عليه وسلم في مؤلف وسلم في مؤلف واحد وصلت الى 70، والله ما رأيت إلا الذكر الحسن لآل البيت والاستشهادات الحسن لآل البيت. أعطيني في كتب السنة من أمهاتنا مرة واحدة أساءوا إلى واحد من آل البيت إلا كله بالتبجيل والاحترام وفي صحيح الإمام. سيتصل متصل بعد قليل أقولها قبل أن يتصل، ويقول إن معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم سب الإمام علي. ليست هذه نقطة البحث.